حتى أكون صريحا، جدارية هبة الخمليشي فاجأت الجميع. أنا سبق لي أن رأيت أعمالها وأعمال أختها وأرقني ذلك، لكن الجدارية، المساحة، الفضاء شيء آخر. يعني ليس سهلا الصباغة على الجداريات، حتى للفنانين المتمرسين الكبيرين في السن. أود أن أقول إن عمل هبة يتسم بالزخم والزحمة المنسقة المنظمة المتناسقة الجميلة. وأعتقد أن جميع الذين مروا أمام الجدارية فوجئوا بالعمل، وأعتقد كذلك أننا ربما بعد استئذان هبة ربما سنوظف هذه الجدارية في ورقة التهنئة بمناسبة رأس السنة. فهنيئا لنا بهبة، ونتطلع إن شاء الله في العام القادم إلى الأختين بجداريتين في مكان ربما يكون أكثر عرضة للمشاهدين والزوار وكذلك النقاد والإعلاميين. شكرا جزيلا.